عندي حتى شي حلم، كاع احلامي حققتها. سيري قصري مع راجلك اللي رئيس دوله حسن ليك. كاينين الناس والله العظيم الا متيقين انه راه بصح انا قلت راه راجلي رئيس دوله. شي حاجه ما كاينش في المغرب باغا نديرها انا كاول، يعني كنت حدايا كون نتفتك كلخه. الانسان ما كيعرفش يغش، واللي ما كيضمرش شر الناس، و يعني بار بوالديه، و هذاك هو سر النجاح. انا كنرجع الفضل كله طبعا بعد الله عز وجل الوالده ديالي. لو ما كانتش هي ورضاتها كنت بزاف الحوايج ما كنتش غنديرو. شنو الحلم ديالك دابا؟ ما عندي حتى شي حلم، كاع احلامي حققتها. تبارك الله. الصراحه والله ما عندي حتى شي حلم، من غير عندي اهداف باغا نحققها. اما الاحلام خلاص انا تعديت المرحله ديال الاحلام، مابقاش عندي حلم، حيت حلم بالنسبه لي شي حاجه اللي ما نقدرش اللي كنشوفها انها صعب تحقق، فهمتوا؟ اولا بعيده تحقق. فحاليا انا كنشوف انه اي حاجه بغيتها نقدر نديرها. سيري قصري مع راجلك اللي رئيس دوله حسن ليك، وحنا ديما مقصرين. الله هذا اطراء منكم، الله يحفظكم انكم كبرتوا بيا ورديتوا راجلي رئيس دوله. شكون بحالي زوجة رئيس دولة. والله الا كنموت بالضحك فراسكم. راه كاينين الناس والله العظيم الا متيقين انه راه بصح انا قلت راه راجلي رئيس دوله، والله الا متيقين ماشي زعما عارفين انه راه غير الصفحات هما اللي هزوا كلامي قلبو. لا كيصحاب ليهم فعلا انا راه السي عمر رئيس دوله. اقسم بالله لدرجه انه فاش حطيت الفيديو اللي حطيت لكم اخر مره ديال الدار، دارنا في الامارات، وتخيلوا كاينين الناس كيهضروا بالصح، يعني ماشي طنزين ولا شي حاجه، كيقولوا لي او كيفاش راجلك رئيس دوله وانت ساكنه في شقه، يعني الرؤساء كيسكنوا في القصور. وهادو ابار ماشي الناس اللي كيتنزوا اولا اللي باغيين يطيحوا مني، لا الناس اللي بصح شافوا داك اللي شافوا دوك الصفحات فاش كانوا كيهزوا الهضره، فاش قلت انه انا راجلي مصور مع رئيس دوله هزوا مرضوها بلي انا قلت راي راجلي، وتيقوا الهضره لدرجه دخلنا لواحد القهوه، وديك القهوه فيها الجوق، دخلت انا وماما وراجلي وداكشي، وكان معنا صحابنا، ودوك الجوق حتى هما شافوني، هما بلادي تشيره يعني كيعرفوني مزيان وصحاب خوالي وداكشي، ولكن صحاب لهم فعلا راجلي راه امير، وبداو كيغني عليه الامير. انا كنموت بالضحك، عرفتي جبنا ضحك داك النهار ما يمكنش. فقلت لكم والله الا كاينين الناس متيقين انه راه بصح بصح راجلي. دابا بالله عليكم، دابا انا لو كان راجلي رئيس دوله، يعني بيني وبينكم راه بزاف الحوايج ما غيكونوش، يمكن انا غنغبر من السوشيال ميديا بتاتا، يعني الانسان يفكر غير بعقله شويه. نقولوا حنايا، نقول انا مثلا شي وحده زعاتها، شي وحده كتبي تفوح على عباد الله وتبين راسها وداك الشيء، ونكون انا كذبت، مستحيل. راه مستحيل الانسان يحلل غير باللوجيك. قلت لكم ان شاء الله خدامه على جوج لي بروجي ان شاء الله. شي حاجه ما كاينش في المغرب باغا نديرها انا كاول، يعني كاول وحده غدير، نقولوا واحد ممكن كاين بس بنسبه قليله، بس الثاني 100% ما كاينش، فكره ما كاينش في المغرب، باغا نديرها ان شاء الله انا الاولى. واه قارتوني بهاد الاسئله، شوفوا جوج نتنفس بجوني نموت. شي كتاب قريتي واثر فيك؟ انا مؤخرا مابقيتش كنقرا، انا كنحلل كنشوف الدنيا شنو فيها، وكنمشيها بميزاني انايا، بتحليلي انايا على مزاجي، كنشوف شنو اللي خدام شنو اللي ما خدامش، شنو اللي خاص شنو اللي نتو هكا، كنمشي ما كانت انسبيراش ماشي كتاب، ولا كانت انسبيرا ماشي شخصيه معينه،
عاودي لينا كيفاش زدتي من الزيرو، بديتي من الزيرو. الناس اللي متبعيني من البدايه راه عارفين ملي كنت مازال كنقرا مضيفه الطيران، الناس ديال الفيسبوك والناس ديال اللايفات. كنت ديك الساعه عندي كليو، كنت واخدها كريدي، كنخلص الطريطات كل شهر. صراحه اكبر غلط يديروا الواحد هو الكريدي. والله حاولوا تفادوا ما امكن الناس اللي باغين يديروا شي حاجه وباغين ياخذوها بالكريدي. والله الا غير تفادوا هذيك الحاجه كتخسر لكم وحياتكم كتولي كلها مشاكل. تخيلوا هذيك الكليو اللي كانت عندي انايا ديك الساعه مازال كنت كنقرا وكنت مازال مزوجه زواجي الاول. فبابا مسكين هو اللي كان عطاني لافونس اللي كنت دفعت شي 5 مليون ولا 6 مليون اللي كنت دفعتها كريدي وخديتها. كنت كنخلص 3000 درهم كل شهر، وحتى هي كان بابا اللي كان كيخلصها ليا حيت كنت كنقرا اون ميم طون في مدرسه الطيران. ولكن راه ديك الطوموبيل تخيلوا من نهار خرجتها من لا ميزون وهي المصائب تابعينها. تخيلوا انا راه كنسوق مزيان وكلشي وما عمرني درت بها شي اكسيدون، ولكن راه كنحطها كنجي كنلقاها مضروبه والله العظيم. ومن بعد واحد عام تكول ليها الموتور، مهم الروينه وقعت ليها. ف يعني من بعد الحمد لله ربي يسر الامور وخدي الطوموبيلات الاخرين. يعني كنقول شوف دابا سبحان الله الفرق بين فلوس الحلال والحاجه اللي يعني اللي كتشريها بحلال والحاجه اللي كتكون فيها الربا وفيها الشبهه وفيها ماشي كليو اللي كانت عندي الاولى. كانت عندي كنهضر دابا انا غير على كليو، مي الطوموبيل الاولى كانت عندي فولكسفاجن اللي كانت عندي. كيفاش عطوني ديك الساعه؟ شوفوا المغرب كلشي ممكن، واخا ما تكونيش خدامه. انا كانوا صوبوا ليا لا ميزون بنفسها، هما اللي كانوا صوبوا ليا البطاقه المهنيه، صوبوا لي على اساس انني خياطه بلي انا خياطه، وعطوني عليها الكريدي. كنت صابطه بشي 200 درهم. كتهضري على الماديات بزاف اويلي اختي، واش بغيتي انا نهضروا؟ وراه دابا كاينين الناس محسوسين، دابا هادشي المحسوس اختي ما كاين اللي هضر على الماديات. حنا كنهضروا على شي حاجه، انت كتهضري في موضوع اخر اويلي. كنتي حدايا كون نتفتك كلخه. شوف انا ما كنديرش مستحيل ندير كريدي دابا، يعني كنهضر على انا كريدي واحد اللي درت في حياتي هو داك الكليو وساليتها في عام. يعني خديت عطوني الكريدي نورمالمون باش نسالي على 4 سنين، وفي داك الكريدي زادوا عليا شي 4 المليون اللي زادوا عليا. يعني الطوموبيل خديتها انا ديك الساعه 17.5، زادوا عليا 4 المليون، يعني خلصتها بواحد 21 مليون باش خلصتها. دازت عندي كملت عام جمعوا عندي الفلوس، قلت صافي غنحيد عليا هذا. فاش مشيت عندهم قلت لهم هما فلوسكم بغيت نحيدها، قالوا لي ضروري خصك تكملي لي زانتيغي، يعني هذوك لي زانتيغي خصني نخلصهم، سواء كملتي في عام ولا في 6 شهور ولا اون فوا كتاخدي السياره كتخرجيها من الوكاله صافي كتحسبوا عليك زانتيغي. وصافي كملت لهم ديك 21 مليون، عطيتها لهم كامله. وفي عام ونص بلاتي امتى بعت انا الكليو، امتى بعتها؟ المهم ضربات عندي عامين، واقيلا ضربات عندي عامين وبعتها بخساره. كليو كات 2000 موديل 2017 بعتها ب 8 المليون، يعني خديتها ب 21 بعتها 8. انا باش كيعرف لك باش كتعرفوا انه راه في الفلوس ديال هادشي، ما راه قال لك ويل لمن اشارت له الاصابع ولو بالخير. يعني اي واحد كيقولوا عليه الناس هو كذاك دار داك فعل داك ترك داك زمر داك مشكله. فكنحاولوا نعاونوا بالصلاه وبالرقيه والقران والوالدين كيدعوا معانا. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.